Murphy. Sport Express. مدي ساعتين وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. الموعد اليوم مع الدفعة الأولى أو المباراة الأولى من الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم الستة في ملعب حمادي العقربي برادس، مواجهة مرتقبة بين مستقبل المرسى والاتحاد الرياضي ببنجردين. مستقبل المرسى واحد من فرسان مسابقة الكأس، خمسة كؤوس في رصيده، عائد من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية إن شاء الله، في انتظار أنه ربما يعود من جديد إلى مكانه الطبيعي بين أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والاتحاد الرياضي ببنجردين، واحد من الفرق الأكثر استقرارا على مستوى الرابطة المحترفة الأولى في السنوات الأخيرة. مباراة دور نصف النهائي قلت وصولها زوج جمعيات بعد مسيرة بالنسبة للاتحاد المستقبل الرياضي بالمرسى، الدور الأول كانت أهل على حساب جديدة واحد بلاش، في الدور الثاني على حساب شبيبة العمران واحد بلاش، في الدور الثالث على حساب النجم الرياضي الراسي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ثم في الدور 16 على حساب الاتحاد الرياضي القرطاجني 4-0، ثم الدور 8 النهائي على حساب الكريب 2-1، وفي الدور ربع النهائي على حساب هلال مساكن هدفين مقابل 0. بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنجردين كان وصل إلى الدور نصف النهائي بعد ما كان أزاح في دور 16 السبيخة الرياضية بنتيجة 3-1 في ملعب السبيخة، ثم في دور 8 النهائي على حساب أمل حفوز بنفس النتيجة 3-1 في ملعب أمل حفوز، وفي الدور ربع النهائي كان أزاح النادي الرياضي البنزرتي في ملعب النادي الرياضي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف مقابل هدف. وجديد بخصوص النقل التلفزي لمباراتي دور نصف النهائي للكأس، أعلنت قناة الكأس بشكل رسمي أنها ستنقل مباراة الدور نصف النهائي اليوم بين مستقبل المرسى واتحاد بنجردين بداية من 6 كما قلت في ملعب حمادي العقربي برادس، وأيضا لقاء الكلاسيكو يوم الأحد 4 سبتمبر، لقاء النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي، قلت ديما على قناة التاسعة بداية من 6 إلى المنتخب الوطني التونسي، وحيث تأكد أن مباراة القمة الودية بين تونس والبرازيل يوم 27 سبتمبر في باريس باش تتلعب كما كنا أعلننا سابقا في بوزيك في ملعب حديقة الأمراء في باريس، وجديد اليوم التوقيت هو بداية 8:30 ليلا بتوقيت فرنسا. إلى سفيرة السعادة، إلى البطلة أنس جابر، حيث تلعب اليوم من أجل التأهل إلى الدور الثمن النهائي، حيث تواجه الأمريكية روجرز صاحبة المركز 31 على مستوى تصنيف لاعبات وبطلات التنس على مستوى الترتيب العالمي. أنس دونك روجرز بداية من الأربعة متاع العشية، في تاريخ المواجهات زوز انتصارات الأنس مقابل 0 أمام الأمريكية روجرز. أنس جابر طموحها كبير وبطلتنا إن شاء الله تمشي بعيد، ما نسبقوش الأحداث ولكن انتظاراتنا على شلام نهائي وعلى شلام نحلم بتتويج بدورة كبيرة كما دورة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ستيب باي ستيب. نبيل الكوكي وفريقه بالوزداد يواجه اليوم نادي بارادو في الجولة الثانية من البطولة الجزائرية مع 4:45، ولسعد الدريدي المدرب لسعد الدريدي يخوض اليوم أول مباراة كمدرب للدفاع الحسني الجديد المغربي، حيث ينطلق الموسم الجديد في البطولة المغربية بمواجهة مع اتحاد توارقة. نحكي هون، حيث قررت لاعبة كرة اليد الدولية السابقة منى الشباح التراجع عن اعتزالها اللعب والعودة للنشاط من جديد من بواد فريق نادي كاستومونو بيليديسي التركي. منى الشباح 40 سنة، واحدة من أساطير كرة اليد التونسية والعربية والإفريقية. إلى المواعيد في أوروبا، لليغا الإسبانية مباراة سلتا فيغو قادش بداية 8 متاع الليل، في البوندسليغا البطولة الألمانية 7:30 بروسيا دورتموند مع أوفنهايم، وفي الدوري التركي الممتاز عمراني سبور فريق المهاجم عادل بالطيب المنتظر أن نشوفوه مع المنتخب الوطني خلال التربص القادم مع ترابزون سبور، وفي البطولة الدرجة الثانية الفرنسية 8:15 لوهابر مع كان فريق المدافع الدولة للعابدي، وأيضا 8:15 غانغون يستضيف روديز فريق أيمن عبد النور جديد.
أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaica.net. أنا عبد السلام ضيف الله، ما بقى لك باش نقول لكم دائما أمتع وأسعد الأوقات على الإذاعة الأولى في تونس.